بلاي ستيشن بوكر على الفيسبوك او حصل ايش بتاع بس مش مشكلتنا. بس مش عندك فيسبوك. بس انا بقولكم كمان شغله ثانيه، مش اشتقت افتح الانترنت، مش افتح الانترنت، افتح الكمبيوتر على الانترنت طبعا، بس افتح اشوف لما يصير في حادث طرق لا سمح الله، بعيدا عنكم، بعيد عن السمعين، عن حبايبكم، عن حدا ممكن تعرفوه، عن قرايبكم، بعيد عن القايل كمان، بس اشتقت افتح اشوف صور ناس زعلانه. مش كل حادث طرق حواليه ثلاث شباب واقفين زي رحله المدرسه، حادث طرق مروع. حادث قتل. اشتقت صور ناس زعلانه، بتعرف شو اشتقت؟ اشتقت اشوف مثلا الاشياء البندورة لونها الطبيعي بالانترنت نحطه على خضر مثلا، او مثلا يعني بندورة مدورة، الخيارة مثلا طويلة خضرة، هيك اشياء، الموزة عوجة صفرة، هيك اشياء. بس مش سبحان الله كان اليوم كل حبة بندورة مفكرة حالها وزي، كل بسة مفكرة حالها براد، بتطلع لك اشياء غريبة. عن جد اشتقت اشوف كل شيء بحجمه الطبيعي. ثواني يعني طلع عن جد كل شيء بحجمه الطبيعي بالنهاية. في ناس تحوا يضحكوا على بس مش مهم. في حدا هون ما بيحبش الاكل؟ عصيرة الاكل مضبوطة. في حدا هون ما بيحبش الاكل عن جد جماعة؟ يعني اللي عنده فيسبوك مش عنده فيسبوك، كلنا بنحب الاكل صح؟ احنا شعب كل وقت بفكر بالاكل، احنا شعب كل وقت عنده موضوع الاكل موضوع مهم، دائما بنفكر ايش بدنا ناكل، ايش اكلنا امبارح، ايش بدنا نشرب، حدا بيحب يشرب على فكرة؟ صم. ايش بتفكر ايش طبخنا امبارح؟ ايش طبخين اليوم؟ ايش بدنا نطبخ؟ بكره بس وانا عم بحكي في كم من حدا عم بيقول صح، ايش بدنا نطبخ بكره؟ دائما بفكر وين نروح، على اي محل نروح عليه، في اكل، فيش اكل، في بالحفله اكل، بالعرس رح اقدم اكل، بالاجوره بعيد عنكم رح اقدم اكل، ايش في؟ وين دائما في اكل بنفكر بالاكل. دائما عندنا موضوع الاكل، نطلع بنروح على الطبيعه رحله، على الجبل، على البحر، على اي محل، اول سؤال بنساله مين جاب المنقل؟ مين جاب المشاوي؟ مين جاب الصلايط؟ مش السلطه. الصلايط كلها بنطلع بنروح على اي محل، نطلع مثلا رحله مع اهالينا، اللي بتذكر احنا وصغار كنا رحله، نطلع رحله مع اهالينا، الابو يحط اول بالسياره، الام توزع سندويشات. اول شيء بصير دغري سندويشات، ما بتطلعش من الحاره دغري في سندويشات. بنطلع رحله دائما بنطلع الباص كل سندويشات، بنروح بريت البلاد على شرم، على تركيا، على الاردن، على اوتيلات، على اي اوتيل، على طابه، بنفوت على الاوتيل، اول سؤال بنساله بالاوتيل هي سعر الفطور؟ افحصوا لنا سعر الفطور، بس نطمن على سعر الفطور، بنشوفكم على الفطور، ما تتاخروش على الفطور يا جماعه الخير، رح نشوفكم على الفطور، ثاني يوم الصبح الكل نازل على الفطور، اجباري الكل ينزل على الفطور، 6:30 الصبح طبعا زنوبه، برمودا، فانيلا، عينين معصبصه، كل مصبور ينزل على الفطور، يلا حط حط من هذا حط من هذا، بيض عيون، بيض عجه، بيض فشو، عبي عبي عبي، بناكل ثلاث ايام الا دافعين 350 دولار لنخلع الاوتيل فيهم 350 دولار، بدنا ناكل ب 350 دولار، ننام ب 350 دولار، نفتح الحمام ب 350 دولار، كل 350 دولار لنخلع الاوتيل فيهم، ناكل ثلاث ايام، اربع ليالي، خمس ايام، المهم ناكل، من هذا طيب تحلاه، كل عبي عبي سخون، ناكل بنروع على البلاد، بقول لك شو كيف كان؟ فلتت اكل بلادنا بضلوا اطيب. احنا شعب بفكر بالاكل يا جماعه الخير، الزلمه بتصل في مرته 20 مره في النهار. مش شو حبيبتي؟ شو؟ طاقة. المرة بس رومانسية، طبعا النساء رومانسيات عقلهم شوي اكثر مننا، احنا عقلنا دجل. انت عم تحكي مع حدا بالتليفون؟ صار يشوف طب خلص. احنا مش بالصف دغري نزل، مش انا مش انا مسموح يحكي يعني مشكلة، بس لا اتاكد. شاهد مغطي تمي كمان كنت خبي تحت الشال. مكتوب ولي امرك جيبه على المسرح ولي امرك.